هي ليست برياضة الملاكمة ولا هي برياضة الكاراتيه أو الجيدو، بل هي رياضة جمعت بينهم جميعا. الملاكمة التايلاندية أو الكيك بوكسينج رياضة النزال الرياضي بين متنافسين، انتشرت مؤخرا في أوساط هواة رياضة القتالية في الجزائر. محمد أحد مدربي الملاكمة التايلاندية منذ عدة سنوات بوهران يرى أن هذه الرياضة هي رياضة متكاملة تتفاعل فيها كل أعضاء الجسم. كما العادة لا سيونس تاعنا غادي تكون مكسومة على طروفات. في البداية كانت رياضة متخصصة بالجيش التايلاندي، وبالوقت تطورت ولات الناس تمارسها، وهي عبارة على مجموعة لكامات. استاذين عندنا الضرب بالأيدي، عندنا الضرب بالأرجل، الضرب بالمرافق، والضرب بال صديق ديكو جونو، ضرب بالركب. احنا نقولوا ديسيبلين كيما عندنا الكيك بوكسينغ وكيما عندنا الكيوان. الفرق بيناتهم هي كاين ضربات تكون نجمو نضربوها اوتوريزي، وكاين ضربات ما نجموش نديروها. كيما في الكيوان عندنا الضرب بالمرافق ممنوع، عندنا غير ضرب الركبه الارجل واليدين. الكيك بوكسينغ عندنا الضرب باليدين والارجل. في هذه القاعه الرياضيه يقوم 3 مرات في الأسبوع مجموعة شباب بالتدرب، يتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 45 سنة، جاءوا لتعلم فنون الدفاع عن النفس والتخفيف من ضغوط يوم كامل. C'est une thérapie pour moi. Ça permet de dégager les ondes négatives au sein de la salle. Il sert le développement personnel de la personne. Il y a des confiances sur toi, tu affrontes tes limites. C'est grosso modo une sorte de thérapie. J'ai trouvé une relaxation dans cette rياضة. كما يقولوا ديستريس، نقلع ستريس تاع الحياه اليوميه اللي راني نواجهها كاي مواطن جزائري. موان دو ديفيرتيسمون، يجي هنا باش يكاناليز لينيرجي نيجاتيف تاعه، و او ميم طون يتعلم اون ديسيبلين، باسكو حنا في البدايه ما نعلموش الرياضي، نعلموه ديجا يكون رياضي. نعلموه لا ديسيبلين، نعلموه رياضي يكون متخلق، رياضي تكون عنده اخلاق، تكون عنده تربيه، من بعد عادك ندخلوه نعلموه الدفاع عن النفس. ورغم حصص التدريب اليومية وبروز مواهب عديدة في هذه الرياضة، إلا أن مشاركة هؤلاء الشباب غير ممكن حاليا في النزالات والمحافل الدولية نظرا لعدة عوامل. يعني أبار كرة القدم ما نشوفوش احتراف، ما نشوفوش اتيستاسيون دو ترافاي، ما نشوفوش ان بولتان سالير، وين يكون رياضي يتوشي منحة، يكون عنده ان روفني باش ينجم يمارس، باش ينجم يشري مكملات غذائيه، ينجم يشري قش باش تريني، ينجم يشري ليغون بروتيج تيبيا، ويكون ثاني عندي يكون عنده تامين. باسكو بزاف ناس يقول لك انا ما نلعبش وما نحوش نروح لي كومبا وكاع باسكو ما عنديش باش نداوي روحي. رياضه الملاكمه التايلانديه ورغم رواجها الا انها بقيت رياضه هامشيه غير معترف بها في كبرى المنافسات الرياضيه العالميه. يحاول محمد وأمثاله إبرازها لتأخذ أكثر اهتمام ومتابعة.